أهلا بكم مشاهدينا، حلقة نقاشية جديدة من هنا من مكتبة الإسكندرية. نحاول فيها إلقاء الضوء على أبرز الملفات المحلية والإقليمية والدولية. ملف ليلى، الأزمة الليبية. فبعد أن استعرت الخلافات بين الفرقاء الليبيين وتدخلت دول عدة لمحاولة رأب الصدى ونزع فتيل الأزمة التي دخلت عامها السابع، بات على المبعوث الأممي لليبيا دكتور غسان سلمة بذل جهود إضافية لإذابة جليد خلافات قديمة بين القبائل المتناحرة، إلى جانب مساعيه لجمع الفرقاء على طاولات الحوار. سلمة يرى أنه من غير الممكن إجراء انتخابات في البلاد قبل الاتفاق على مسار واضح بين جميع الأطراف للمصالحة، لذا يتجه دوما لتصفية الأجواء بين الخصوم ومحاصرة ما يستجد من معوقات. دفعت القيادة العامة للجيش الليبي بتعزيزات عسكرية نحو قاعدة براك الشاطئ جنوب ليبيا تمهيدا لعملية أمنية. تتمثل التعزيزات العسكرية في نقل عدد من مقاتلات سلاح الجو لبراك الشاطئ. وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي أن الهدف من العملية هو إعادة الأمن بالجنوب الليبي. وأفاد مراسل أونلايف أنه تم تشكيل غرفة عمليات جوية بقيادة اللواء طيار محمد المنفور لتأمين جنوب ليبيا والتصدي لانتهاك الميليشيات السودانية والتشادية للسيادة الليبية في الجنوب. نحن اليوم في هذه الليلة نصل إلى قاعدة براك الشاطي من أجل تأمين الجنوب بإذن الله بالكامل. نوجه رسالة من هذه القاعدة القوية الصامدة إلى أهلنا جميعا أن الجنوب سيكون بإذن الله في حماية القوات المسلحة. نحن هنا بناء على تعليمات سيدي القائد العام للقوات المسلحة، نقول لأهلنا في الجنوب وقبائلنا إننا نقف على مسافة واحدة منهم جميعا، لن نسمح بأي اعتداء أحد منهم على الآخر، ولن نسمح بأي ميليشيات أن تقترب أو تعبر الحدود الليبية إلى تاج ليبيا إلى فزات. بعد أكثر من 7 سنوات على الإطاحة بمعمر القذافي، لا تزال ليبيا تعيش حالة فوضى وبلا حكومة مركزية، إذ تتنازعها جماعات مسلحة متصارعة لها واجهات سياسية. لكن تغيرات كثيرة لحقت بخريطة القوى المسيطرة على الأرض، قابلتها تحركات تسعى إلى إنهاء الصراع الدائري في البلاد. وتتلخص التحركات والمفاوضات الدولية التي تهدف إلى إيجاد حلول في مسارين: الأول سياسي برعاية أممية في مفاوضات تستقبلها تونس، الآخر عسكري تشرف عليه مصر لمحاولة دعم جيش ليبي موحد من القوى المشتتة. الانقسام الأمني والسياسي والإرهاب وانتشار الأسلحة والتدخل الخارجي في الشأن الليبي وعدم تمثيل كافة الفئات في الحياة السياسية، عوامل 5 تعرقل الحل السياسي في ليبيا وتحول دون إجراء عملية تسوية حقيقية على الأرض يمكن من خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة. الفترة الأخيرة لاحت فيها بعض البوادر التي قد ينتج عنها خطوة للأمام بشأن تشكيل المجلس الرئاسي والاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية، بعد أن نجحت الجهود المصرية في قطع أشواط في هذا الجانب، وهي إن تمت تسهم في حل جزء كبير من الأزمة الليبية المستمرة منذ أعوام. توحيد المؤسسة العسكرية بات الشغل الشاغل للقوى الليبية، حيث اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج بأعضاء اللجنة المكلفة من قبله للاجتماع في القاهرة مع نظرائها من المنطقة الشرقية لبحث توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا. السراج أكد خلال اللقاء أن توحيد المؤسسة العسكرية ضرورة قصوى لتأمين الحدود ومواجهة التحديات التي تواجه البلاد. وفي ظل هذه الظروف السياسية الصعبة تعيش ليبيا في زمن الميليشيات التي تنهب ثروات البلاد بالطول والعرض، ويمكن القول إنه لا سلام في ليبيا ما دامت القيادات السياسية المتصارعة تحصر كل طموحاتها في الوصول للسلطة والتفرد بها. محللون أكدوا أن تبادل التهم بين الأطراف الليبية لن يجدي نفعا، ويسمح لدول عدة في المنطقة تقتات على خراب البلدان أن تدخل على خط الأزمة وتعزز من الخصومة لصالح بث الفرقة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد.
عشرات المفقودين والمختطفين على يد تنظيم داعش الإرهابي إبان سيطرته على مدينة بنغازي ما زالت تعاني أسرهم بسبب عدم الكشف عن مصير أبنائهم. المزيد في سياق التقرير التالي. ملف مثقل يحمله كل يوم بين يدي حسين الفيتوري منسق تجمع أهالي المفقودين في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، يحتفظ في هذا الملف بأسماء المفقودين والمختطفين من أبناء المدينة على يد تنظيم داعش الذي كان يسيطر عليها في عام 2014 ولم يعثر عليهم حتى الآن. اجتماعات مستمرة بين حسين وأهالي المفقودين لعرض تطورات المساعي التي يبذلها من أجل الوصول إلى أماكنهم سواء كانوا أحياء أم أموات على حسب قوله. تم اختطافهم في فترة التحرير من قبل الدواعش أنصار الشريعة ما يعرف بمجلس ثوار بنغازي، والحقيقة لعند الآن ما فيش أي معلومة على أبنائنا، هل هم تم تصفيتهم أو نقلوا إلى مكان آخر. لعند الآن كل ما يردنا أنهم نقلوا إلى مصراتة كذا، لعند الآن ما عندناش أي معلومة عليهم، ولذلك اتصلنا بكل الجهات العامة والخاصة بهيئة الأمم بالهلال الأحمر بكل هذه الجهات اتصلنا بها لمعرفة مصير أبنائنا الأحياء منهم والأموات، ومش شوية العدد نتاعهم يعني ما يقارب عن 400 مفقود، يعني مش معقولة لو أنه واحد واثنين وثلاثة ممكن يكونوا انتثروا والله، لكن 400 ما نلقوش منهم ولا واحد نعرف عليهم معلومة. الأسماء التي يحتويها ملف المفقودين تنوعت الصفة فيها ما بين مدنيين وعسكريين كانوا مؤيدين لمعركة الكرامة التي خاضها الجيش الليبي ضد الإرهاب، ومطالبات الأهالي لم تتوقف إلى حد فتح التحقيق في الملف، بل والمطالبة بإجراء تحاليل الحمض النووي لرفات المقابر الجماعية التي خلفتها داعش في المناطق المحررة والسجون السرية الخاصة بها. أولا مسبيين مع الكرامة، ابني الصغير ضابط شرطة ومتصاب من قبل، وابني الكبير يشتغل فيها في الأمن بتاع الجماهيرية أمن ليبيا، فطبعا ومتبلغ عنا من جيراننا لأنه كان مصبي مع الكرامة ضد الدواعش، يعني احرقوا لنا حوشنا، اسرقوا جميع ما فيه من دبش، احرقوا سيارتين وخدوا واحدة. ما ناش مدولين عنهم أي شيء وفداء للوطن ضد هالدواعش ضد هالمتخلفين، وهذا نحن نطلب من الله أن نبوا مصيرهم، بس وين نبوا المادة هذه اللي يديروا فيها على ما يلقوا فيها طبعا مقابر جماعية، نفهموهم أن يظهروا المادة هذه اللي تفنوها اللي ما تفنوها، لكن حاسبينهم كيف هالشهداء وهم اللي مقدمينهم للوطن. 4 سنوات من الكشف عن سجون داعش السرية والمقابر الجماعية لم تكن كافية للكشف عن مصير العشرات من المفقودين من أبناء بنغازي، ويموت ذويهم ألما في اليوم 1000 مرة دون أن يعلموا إن كانوا أحياء على الأرض أم عند ربهم يرزقون. بكر الشرقاوي، بنغازي، أول لايف. إذن مشاهدينا، محاور عدة في ملف الأزمة الليبية نحاول استقراءها، ولكن بعد هذا الفاصل القصير تفضلوا دائما بالبقاء معنا. إذن مشاهدينا، في هذه الحلقة النقاشية نحاول أن نقوم باستقراء الوضع في الملف الليبي. سيكون معنا على الهواء مباشرة الأستاذ إبراهيم بالقاسم الكاتب والمحلل السياسي الليبي. أستاذ إبراهيم، أرحب بك على شاشة أولايف. كيف يمكن لنا أن نحاول استقراء الوضع في ليبيا بعد 7 سنوات من الثورة؟ أهلا بك. سؤال يحتاج إلى عشرات من الساعات لمحاولة تشخيص المسألة في ليبيا، لأن المسألة لأن الأوضاع في ليبيا قد اختلفت، هناك متغيرات يعني في كل دقيقة وفي كل يوم لعدة أسباب. هناك دائما متغيرات على الصعيد السياسي، هناك متغيرات على الصعيد الأمني، هناك عدة متغيرات، ولكن الناتج وصلنا إلى قسمنا المقسم وفرقنا المفرق وزدنا عقدنا الأمور التي كانت
معقدة من البداية وزاد في الأمر تعقيد. الآن بعد 7 سنوات أصبح الوضع معقد بكل ما تعني الكلمة. لهذا بدأت جهود وطنية يعني بالحديث عن تعقيد الوضع. أستاذ إبراهيم تحدثت عن تغير المشهد، إذا ما تحدثنا عن الجهات الفاعلة سواء في الداخل الليبي أو في الخارج، كيف تغيرت هذه الخريطة؟ شوف، خريطة الصراع في ليبيا يبدو أنها واضحة، ولكن في فحواها من الداخل هناك تعقيدات نوعا ما تحتاج إلى الوقوف عندها. القوى الفاعلة تعتمد على مدى تأثير على محاولة حلحلة هذه التعقيدات بالدرجة الأولى، بمعنى أن القوى الفاعلة على صعيد الداخلي في ليبيا التي تبدو ظاهرة الآن في خريطة الصراع السياسي، سواء كانت بشكل واضح وصريح في أجسام ومؤسسات للدولة، تبدأ من مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة كسلطة تشريعية، حكومة الوفاق الوطني وموازي لها حكومة مؤقتة، وما زال كلاهما ينافس الآخر على الشرعية، وإن كان هناك اعتراف دولي واضح وصريح بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وهناك مؤسسات بدأت تأخذ دورها بشكل فعلي كمؤسسة الجيش والقوات المسلحة الليبية، إنشاء نفسها وبدأت بالبروز كأحد أهم مؤسسات الدولة الليبية التي قد تكون العمود الفقري الحقيقي في هذه المرحلة لإعادة الدولة التي انهارت بالفعل بعد 7 سنوات من الصراعات المختلفة لعدة أسباب. هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى تلك الصراعات، فعلى هذه الأساس بهذه التركيبة وبهذه الوجود على أو تشخيص شكل الصراع في ليبيا، أو خلينا نقول إحنا خارطة سياسية اليوم في ليبيا، بناء عليها يمكن تشخيص ما هي القوى الفاعلة وما دورها بشكل فعلي. الآن هناك دولة حقيقية، يعني هل تعتقد، يعني تحدثت أستاذ إبراهيم تحدثت عن أن هناك العديد من الأسباب لهذه أو لهذا المشهد الضبابي في الداخل، قبل الانتقال للحديث عن الأطراف الفاعلة في الخارج، برأيك ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الانقسام الداخلي؟ هل هي أسباب سياسية أم اقتصادية أم ربما أمنية؟ هي جملة من الأسباب التي ذكرتها مجتمعة، ضف عليها إلى بعض أيضا الأسباب الاجتماعية. هناك أسباب سياسية، هناك أسباب اقتصادية بالدرجة الأولى، لأن الصراع في ليبيا الداخل هو صراع نفوذ وصراع الحصول على المكاسب من بعض الأطراف، وهناك صراع حقيقي على الموارد الدولة، وهو صراع اقتصادي بالدرجة الأولى. هناك صراعات قبائلية بين القبائل وبين التركيبات الاجتماعية المختلفة في ليبيا التي كانت في تعايش في درجة كبيرة أو فترة طويلة من الزمن. اليوم هذه المكونات الاجتماعية تحصلت على السلاح ووجدت الفتاوى المتطرفة التي أشعلت فتيل الاقتتال فيما بينها، وأدى إلى ما أدى إليه. أيضا هناك سبب، يعني أضافت الزيت على النار. أستاذ إبراهيم، لازلنا في الوضع الداخلي. تعلم أن دكتور غسان سلام المبعوث الأممي إلى ليبيا يعني لديه بعض من يمكن أن نقول التفاؤل بشأن حدوث أو إجراء الاستحقاقات الانتخابية وفقا لما تم اعتماده من خارطة طريق أممية في سبتمبر 2017 للوضع الداخلي في ليبيا. الرجل بتفاؤله، على ما يبني هذا التفاؤل إن كان يعني الوضع الأمني في ليبيا ليس بالتأكيد في أفضل أحواله، الوضع السياسي أيضا في ليبيا ليس في أفضل أحوالي، على ماذا يعني بنى الرجل تفاؤله في إقامة وإنهاء وإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي هذا العام؟ الحقيقة أن غسان سلامة متفائل على أن الانتخابات العامة هي المخرج، ولم يحدد متى تكون هذه الانتخابات. الآن غسان سلامة يدرك جيدا، هو الآن استطاع أن يفهم التركيبة المعقدة في ليبيا، استطاع أن يفهم التركيبة الاجتماعية والتركيبة السياسية بشكل جيد. بناء على هذه التركيبة استطاع أن يصل مع أو بعمله طيلة فترة 6 أشهر إلى أن يعني رؤية واضحة أن الانتخابات هي الحل. حقيقة أن فكرة الانتخابات لم تكن فكرة غسان سلامة، ولم تكن مشروع بعثة الأمم المتحدة أو الأمم المتحدة من الأساس، إنما كانت حقيقة خلاصة مجهودات أو لقاءات الليبيين في القاهرة، وخلاصة المبادرة التي طرحها
طرحتها مؤسسات الدولة من بينها مؤسسة الجيش وباركها المجلس الرئاسي ودخل في تفاوض عليها مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة. إذن هو الانتخابات ناتج لمجهود كبير جدا من العملية التفاوضية للحل السياسي للخروج من الأزمة على الصعيد السياسي. هذا ربما حل نريد أستاذ إبراهيم وطنية يعني واحدة أن ننتقل سريعا في دقيقة واحدة إلى الأطراف الفاعلة من الخارج. كيف يمكن لهذه الأطراف إذا كانت لها نوايا ليست يعني في صالح الداخل الليبي وفي صالح المواطن الليبي أن تقوم ب يعني سكب الزيت على النار ودعم الميليشيات المتواجدة في الجنوب الليبي؟ تعلم أن هناك ميليشيات من دول مجاورة لا حدود مع ليبيا متواجدة في الجنوب الليبي ولها أنشطة مسلحة إرهابية. في يعني نصف دقيقة إذا تفضلت. القوة الدولية أو الدول ما يحركها اتجاه ليبيا ليس هو يعني ليس أكثر من بحث عن مصالح. المصالح هي ما تدفع تلك القوة للتحرك في ليبيا، فهي ستستخدم كل الأدوات المتاحة لها للوصول إلى المحافظة على مصالحها ومكاسبها. بعض الدول استفادت أو استغلت الصراعات الموجودة على الحدود الجنوبية لليبيا ووظفت مجموعة من الدول الأفريقية أو العصابات التهريب والمجموعات المسلحة بين الحدود الليبية الجنوبية وبعض الدول كتشاد والنيجر، ووظفتها لأن تمارس الدولة التي ترغب في الوصول إليه بتشويش المشهد في الجنوب، ومنع أيضا بعثة الأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة منعته بشكل فعلي من الوصول. يعني أعتقد أستاذ إبراهيم أن دول الجوار يجب أن تقوم بتأمين حدودها مع ليبيا على أي حال. الأستاذ إبراهيم بالقاسم الكاتب والمحلل السياسي الليبي كنت معنا نحاول يعني استقراء الوضع والمشهد الداخلي في ليبيا. إذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة النقاشية، غدا حلقة نقاشية جديدة من هنا من مكتبة الإسكندرية. في أمان الله.